دلل كرشك من التنين للجمعة الساعة 10 صباحا بتوقيت بيروت وبإعادة 5 المساء. معي أنا شيف شادي زيتوني من شركة 10 على 10 على راديو تموز الإلكتروني. شركة 10 على 10 متخصصة في تطوير مفاهيم غذائية جديدة، إنتاج عروض الطبخ، إنشاء القائمة وتكلفة الغذاء، تقديم دورات تدريبية، تطبيق الفيديو المحمول الغذائي، تنظيم تعزيز الأغذية، تصوير فيديوهات الطعام، استوديو الطهي، العلامة التجارية الكاملة، مطبخ وخلفية التصميم والعمليات، تنفيذ القائمة والتذوق، بناء قدرات الموظفين، توحيد الوصفات القائمة والتدريب ميزان بلاس، الموارد البشرية، إجراء المقابلة والتوظيف والجدولة، تحديد المواقع في السوق F&B. 10 على 10 سهيلي، الطريق العام N57، كسروين 00961923103، 00961321979970، إيميل info@chefcz.com www.chefcz.com. أحبائي أصدقائي متابعين راديو تموز، أهلا وسهلا فيكم اليوم مع حلقة مطلوبة مطلوبة مطلوبة. وصلنا 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 دل الكرشك مع الشيف شادي ووصل الأكل الياباني. هيدي مطلوبة الحلقة من حوالي كمان يمكن أسبوعين، تأخرت عليكم ما تأخذوني، بس كنت ناسي والله عن جد نسيت. ورجعت المدام بليز يا شيف شادي، خبرنا أو أعطينا باز لسلطة تنعمل منا سلطات يابانية أو خلينا نقول أسيوية، ورح يكون كمان عنا فيديوين، كمان ثلاث فيديوهات أوكي. واحد بيحكي كمان عن طريقة أسيوية كتير حلوة، سلطة الكراب على الطريقة الأسيوية مع وصفة سمك بتعقد. فيديو تاني كمان بيحكي عن الدجاج مع سلطة أسيوية بتعقد بتجنن. وفيديو تالت سلطة الدجاج والخضرة على الطريقة الصينية. هالفيديوهات وين منلاقيهم؟ أكيد فينا نحضرهم على قناتي أنا على يوتيوب. أما إذا عم نسمع هيدي الحلقة على قناة يوتيوب راديو تموز، راح تلاقوا اللينكات تحت ديسكريبشن، لينك نكبس ندخل لعند الشيف شادي أوكي على قناته ومنحضر الوصفات كلها هونيك. طيب كتير طيب الأكل الأسيوي، كتير طيب الأكل الياباني، كتير طيب الأكل الصيني، كتير طيب الأكل التايلندي وغيره وغيره وغيره. صاروا من المطابخ الترندي من اللي نحنا بالعالم. طيب وصفة اليوم ركبتها بطريقة كتير حلوة. وصفة اليوم لذيذة بتجنن، فينا نحط لها أي إضافات بدنا، وكل ما نضف لها إضافة كل ما تغيرت طعمتها، مع أنه ما رح نغير الصلصة، مع انه رح نضيف منتج واحد زيادة على الوصفة تيتغير او تتغير طعمتها ويتغير كمان شكلها. شو بدنا نحط بقلب هالوصفة؟ عنا الكراب ستيكس اوكي، اللي بنشتريهم لهن الرخاص، مش عم نحكي على الكراب ميت، مش لحمة الكراب اوكي، الستيكس اوكي اللي هني ما قالوا خصة بالكراب بالخالص. اذا بتقروا قصتهم ستحكيها كذا مرة، هني من الاسماك يلي بيحطون بيصيدون بقلب البواخر وبيعملون ستيكس هيك وبيحطون زيوت طعمتها مثل شو اسمه الكراب او شي من هالنوع. المهم طيبين، بيعقدوا ما بيضروا، انا باكل منهم كتير، الكتار بنعمل منهم، موجودين بالسوشي، موجودين كمان بكتير من الاطباق صارت العالمية. جبنا منهم 200 جرام نشتري اذا بدكم فروزن اوكي، منشيل مبارات الفريزر بعدين هيك بنفرطهم بايدنا بيطلعوا مثل خيطان حلوين طوال. نفس الشيء نفس الشكل، بناخد نحنا خيارتين 200 جرام ومنقص الخيار مثل الكراب، يعني بالطول مثل الكبريتي يعني طوال ورفع. نفس الشيء بناخد جزرتين كمان 200 جرام منقصهم نفس الشيء طوال ورفع. ومناخد من خس الايسبرغ نفس الموضوع، مناخد حوالي 200 جرام منقصهم كمان طوال ورفع. هودي صار عنا 600 جرام، 200 200 200 200، منخلطهم كلهم مع بعضهم يا ماما، بيدخلوا كلهم ببعضهم، اللون الاخضر مع الاورنج تبع الجزر مع الاخضر تبع الخيار مع كمان الكراب ستيكس اللي هني
نوعا ما فيهم اللون الابيض واللون الزهري، عم يعطونا الوان بتعقد بتجنن بتطوش. طيب خلينا نروح على الصلصة. بدنا نعمل صلصة، ناخد مايونيز حوالي 70 جرام، عصير حامض ملعقة كبيرة 15 ملي، معجون الوسابي. اللي ما بيعرف الوسابي رح يكون عندي حلقة كتير حلوة بأسرار المطبخ، فيكن تفتشوا عليها كمان وفيكن تسمعوها على قناة راديو تموز شو هو الوسابي. أوكي، الكتار يمكن سمعين بكلمة وسابي بس ما بتعرفوا من شو أوكي مكون الوسابي. بدنا نص ملعقة صغيرة، ما تكتروا لأنه حر كمان كتير. بدنا 2 جرام مي باردة، ملعقة كبيرة حوالي 10 أو 13 ملي لتر، ملح وفلفل أسود. مكونات الصلصة نخلطهم مع بعضهم ولا أهين من هيك، ومنسكبهم فوق الكراب مع الخيار والجزر والآيسبرغ. صار عندنا سلطة بتطوش بتعقد يابانية أسيوية طيبة بامتياز، وأنا أشهد على ذلك. طيب اليوم بدنا نغير طعم الدرسنا، جبنا نودلز، اكس نودلز، نودلز معمولين من البيض. اوكي، بيض اكيد وطحين، نسلقهم منبردهم ومنخلطهم، صار عنا طعم وشكل جديد. جبنا اي نوع من الرايس نودلز، يعني نودلز معمولين من الرز كمان بيدخلوا معنا بقلب هالوصفة. جبنا الرز الابيض، فينا كمان نخلطه ويطلع معنا كمان طعم جديد وشكل جديد. فينا ندخل السمسم على هيدي الوصفة، فينا ندخل الصويا على هيدي الوصفة، فينا ندخل كمان على هيدي الوصفة من قطع السالمون الفريش بقلبها وريد تونة وغيرها وغيرها وغيرها. يعني من هيدا الباز أوكي فينا نعمل كذا سلطة أسيوية عندهم نفس الطعم. أكيد هيدي الصلصة مش وحيدة من نوعها، هيدي الخلطة مش وحيدة من نوعها، بس من الأشياء المكلفة شوي مش كتير. أوكي، يعني فيها يمكن الوسابي، يعني مايونيز، يعني المي ما حق شيء. أوكي، عصير الحامض يعني مش كتير. الكراب ستيكس أرخص شغلة اخترتها، خيار وجزر وآيسبرغ يعني. سو كل العالم قادرين يعملوا هيدي الخلطة من دون أي إضافات تانية أو نخترع البارود. عندي خلطة حابب لكم عنها وطيب كتير، فيها تتاكل معنا كمان ك خلينا نقول أبيتايزر، أو إذا حدا أجل عنا على البيت وبيحب الكراب ستيكس أوكي وبدنا هيك نضيفه، فينا نعمل شيء اسمه الكراب توست. يا سلام، منجيب خبز التوست، إذا بدكم منشيل الحرف أو ما منشيله مثل ما بدكم، نعمل منهم 4 مثلثات. كيف يعني؟ قطعهم هيك، منروح بالزاوية للزاوية ومن الزاوية للزاوية، طلع عنا 1 2 3 4، مزبوط الكلام؟ هالأربعة منحطهم على صينية مدهونة بالزبدة حد بعضهم، ومنجي مندوب شوية زبدة أوكي، ومننقط عليهم هيك، مندخلهم على الفرن، منحمصهم بيطلعوا بقرقشوا. يا سلام، حطيناهم هيك على صحن وجينا عملنا خلطة بتعقد بتجنن. هيدي الخلطة اللي ما بيعملها اليوم رح ازعل منه انا، لانه مش ممكن هيدي الخلطة اوكي ما تعجبكن، ومش ممكن الصغار الكبار اي انسان رح يحب هيدي الخلطة. منجيب كريمة تشيز، جبنة بيضة قابلة للدهن، في منها كتير وفي منها أنواع وفي منها أجناس كتير طيبة. بدنا 200 جرام، بدنا 200 جرام من الكراب، نفس كراب ستيكس جبناهم شلناهم من الفريزر، فصفصناهم عملناهم شعيرات صغيرة حطيناهم على جنب. جبنا من اللوز أوكي بلا قشر، نص كوب حوالي 60 جرام، منقطعه يكون سيل مثل السنوبر، أو إذا بدكم متعب افرموه ناعم ناعم، نخلون محبحبي شوي صغيرة، يعني ما ضروري يكون ناعم. وفيكن تشتروا، صرتوا عم تلاقوا هلا بالسوق، من اللوز اللي كمان قصينه مثل السنوبر، يعني كل نص لوزة مقطعينا 3 أقسام. هون بدنا كمان من البصل الأخضر، بدنا 30 جرام مقطعين شرائح، مايونيز بدنا ملعقتين 30 ملي، صلصة الصويا ملعقة واحدة 15 ملي، خردل مطحون ملعقة صغيرة 4 جرامات، وتوم بودرة
نص ملعقة صغيرة جرامين. منخلط كله مع بعضه، الكريم مع الكراب مع اللوز مع البصل الأخضر مع المايونيز مع الصويا مع الخردل ومع مسحوق التوم. عنا صار خلطة. ايه انا مرة عملتها بالبيت، طلع قدامي خبز لبناني أبعى، عملت لي كمان ساندويش كمان كراب مع كريم تشيز وخيارة بقلبها، شي بيعقد عن جد. ما تضحكوا بس عن جد عملتها مرة، ما تتصوروا على الخلطة او خلطة الكراب توست قديش طيبة. انا كتير بشكركم، حلقة كانت كتير حلوة. في على قناتي كتير من الوصفات الاسيوية وكتير من الوصفات الصينية واليابانية والسوشي وغيرها وغيرها وغيرها. ما تقصروا انكم تحضرون، ما بيكفي انكم تسمعونا من خلال راديو تموز، بدكم تتابعوا كمان الفيديوهات تاخدوا بعد افكار اكتر واكتر، وارجعوا كمان على قناة راديو تموز الالكتروني، في عندكم كتير من الوصفات اللي حكيين عنها وانتو مش سامعينها. فتشوا في كمان شيء اسمه بلاي ليست، يعني فيكم تفوتوا على القناة تدوروا على بلاي ليست اسمها دل الكرشك، تك كبسنا عليها بيطلعوا عنا كل شيء في حلقات انعملت من وقت اللي بلشنا لليوم. انا كتير بشكركم مثل العادة. شيف شادي بيقول حلقته بكرة دل الكرشك رح تكون اجمل من اليوم. باي. شركة 10 على 10 متخصصة في تطوير مفاهيم غذائية جديدة، إنتاج عروض الطبخ، إنشاء القائمة وتكلفة الغذاء، تقديم دورات تدريبية، تطبيق الفيديو المحمول الغذائي، تنظيم تعزيز الأغذية، تصوير فيديوهات الطعام، استوديو الطهي، العلامة التجارية الكاملة، مطبخ وخلفية التصميم والعمليات، تنفيذ القائمة والتذوق، بناء قدرات الموظفين، توحيد الوصفات القائمة والتدريب ميزان بلاس، الموارد البشرية، إجراء المقابلة والتوظيف والجدولة، تحديد المواقع في السوق F&B. 10 على 10 سهيلي، الطريق العام N57، كسروان 00961923103، 00961321979970، ايميل info@chefcz.com www.chefcz.com. دل الكرشك من التنين للجمعة الساعة 10 صباحا بتوقيت بيروت، وبإعادة 5 المساء، معي أنا شيف شادي زيتوني من شركة 10 على 10 على راديو تموز الإلكتروني.